احنا عندنا مشاكل ان احنا وقعنا في خطأ التسلل كتير. كانت اللعيبة بتجري بدري على الكورة وتقع صحيح. في خطأ التسلل. قال الأربعة اللي قدام كان في مش متمركزين كويس في الملعب. قال كمان انه أضعنا أهداف كتير خصوصا في الشوط الأول، احنا كان ممكن نطلع بسكور أعلى من ده. وقال أنا هخلي اللعيبة تقعد وتتفرج على الماتش تاني علشان لما يشوفوا نفسهم هما بيضيعوا الأهداف دي يعني يبقى في حماس إن ده ما يحصلش تاني. طبعا وطبعا أكد على فكرة إنه وجود عناصر جديدة بتخلي في وقت على ما يحصل انسجام. بس كل ده كلام ده من المدرب بيطمن مشجعي النادي الأهلي طبعاً. إنه في مدرب قاعد وفاهم ومراقب وفي يعني محلل أداء وبيقعد مع اللعيبة ويفرجهم تاني، وانه ده ما ينفعش نقع في الخطأ ده تاني، لان زي ما حضرتك قلت احنا داخلين على حاجات مهمة جدا، احنا داخلين على مثلا سوبر افريقي. انا عايز اقول لك كمان يعني اكتر حاجة اعتقد انها ريحت جمهور النادي الاهلي امبارح غير المكسب، هي انت ما تحسيش بالغيابات. يعني احنا بنتكلم على غيابات تقيلة زي حسين الشحات، زي وليد سليمان، زي اجايه، دي لعيبة تقيلة كانت عنصر أساسي من عناصر الفرقة، مع احترامي الكامل ليهم طبعا. امبارح الأساسيين ما حسسناش بغياب حد بصراحة، ودكة الاحتياط كمان دكة بقت قوية، فدي اللي طبعا يعني تريح النادي الأهلي. لأن المشكلة دي كانت عندنا خلال السنين اللي فاتت، يمكن مجلس إدارة كان حريص على ان هو ينفذ طلبات طبعا موسيماني، لان موسيماني المدير الفني اللي هو عنده الحق الاصيل ان هو يعني اختار التشكيله اللي هيخوض بيها الفتره اللي جايه. فرجوع الاعارات لما شفنا، لو هنتكلم بقى على المباراه تاني ونشوف التغييرات، كانت تغييرات كمان كويسة جدا، غيرت برضو لما صلاح محسن نزل، ناصر ماهر بالتحديد كمان لما الراجل حس ان في ثلاثة نفس طريقة اللعب بيجروا على قدامه مندفعين وفي مصادة تسلل، فحاول ان هو يطلع طاهر ونزل ناصر ماهر بحيث انه يلعب بلاي ميكر تاني مع قفشة، ممكن يبقى فيه يعني بساط او يكون بلاي ميكر مع قفشة يقدروا يكسروا مصادة التسلل.